كنا نلقط زيتون، هم قبل بوقت اعطونا تصريح ان نروح نلقط ونبعد عن الجدار مسافه 100 متر امني، واحنا كنا بعيدين اكثر من مسافه 100 متر تقريبا. ولما صاروا طخوا يعني هم صار بلش الطخ، بلشنا احنا نعزل الاغراض من نروح، لدرجه انها عباب التراكتور عند التراكتور استشهدت طخوها عند التراكتور، واحنا يعني باخر العماره بعيدين عن الجدار وبعيدين عن شو اسمه، طخوها بدم بارد. ويعني وهذا اللي صار. يعني مش حضروا انه مثلا شو اسمه بكنصوا علينا، وابوي رفع له الطاقيه البيضاء بقول له انه خلص احنا مروحين، وبلشنا نضبط بنروح عند الترولي اخر شيء طخوها عند الترولي واحنا مروحين عند الهار.